صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم مليان فرح وسعاده وتفاؤل علينا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير يا مين. يا ترى ايه الاجواء بقى اللي القت بظلالها الاجواء هنا في النادي؟ يعني انا هنا في النادي الاهلي بفرع الجزيره، يمكن انا هنا في فرع نادي الاهلي بالجزيره، يمكن في هدوء شويه. يعني الاعضاء بداوا يتوافدوا على مقر النادي، يعني ممارسه الرياضه اللي بيلف التراك، صالات الجيم بداوا الناس يتمرنوا، ايضا في عندنا تدريبات صباحيه بدات في مجمع حمامات السباحه. يمكن الجو في الساعات الاولى كده بيبقى لطيف، يمكن درجه الحراره لسه شايفها حوالي 29، لكن مع مرور اليوم والساعات بتعدي بتوصل درجه الحراره ل 34 و35. يمكن ايضا النهارده في تمرين للفريق الاول بكره القدم على الساعه 5:30، طبعا مع يعني قبل بدء التمرين بيكون في عدد من الاعضاء اللي بيحبوا ان هم يشاهدوا التمرينات. جميل، بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مينا ماهر، واسمحوا لنا نطلع فاصل ثم عوده مره ثانيه.